استكمالا لخطتها التفتيشيه للعام 2022 الجزء الرابع، اجرت مجموعه من المفتشيه العسكريه العامه التفتيش الفحصي لمركزي تطوع ميسان والناصريه ومن كافه الجوانب، فلنتابع. باشرت مجموعة التفتيش بإجراء التفتيش الفحصي لمركز تطوع ميسان الناصرية لغرض التقييم والتقويم والأداء العام والفردي لتحديد السلبيات والإيجابيات والمعاضن وإيجاد الحلول المناسبة لأجل ضخ الدماء الشابة في المؤسسات العسكرية لمواجهة التحديات بأسلوب حديث وشفافية. استقبل مركزنا مركز تطوع ميسان احد تشكيلات مديريه دار التطوع المفتشيه العسكريه لاجراء التفتيش الفحصي، وشمل التفتيش الجانب الاداري والجانب التدريبي والجانب الفني والرمي والجانب الاختصاص لتقييم وتقويم عمل المركز والوقوف على الايجابيات خدمه للمؤسسه العسكريه. وكان المركز مستعد لاجراء التفتيش، فشكرا لرجال العلم والمعرفه رجال المفتشيه العسكريه. إجراء التفتيش الفحصي للمركز من كافة الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية والرمي والتدريب البدني والجانب الاختصاص، ونشكر المفتشية العسكرية العامة رجال الجيش الحكماء لتقديمهم العون والملاحظات السديدة لكافة مفاصل العمل خدمة للعراق وجيش الباسل. وتستمر الجولات التفتيشية لكافة الوحدات العسكرية من أجل تكاملها واستعدادها العالي لتنفيذ المهام الموكلة إليها. من مركز تطوع الناصرية، صباح الخزعلي، إعلام وزارة الدفاع.